ويعرف هذا المشروع تقدما معتبرا حيث بلغت نسبة الأشغال فيه حوالي 73%، وقد تم تسليم شطرين منه خلال سنة 2017 والممتدين بين أحنيف وصدوق على مسافة 52 كيلومتر وهما حاليا حيز الخدمة. إضافة إلى ذلك تم تسليم مقطع آخر على مسافة 10 كيلومتر خلال سنة 2020 من القرية الفلاحية التابعة لمدينة تمزريت عند النقطة الكيلومترية 32 إلى محور أو محول مدينة أميزور عند النقطة الكيلومترية 22. ثانيا، بالنسبة للأشطر المتبقية من طريق السيار الرابط بين مدينة بجاية وطريق السيار غشر غرب، فيخص الأشطر المتبقية من المشروع التي تصل إلى ميناء بجاية، فإن تقدم الأشغال بها على النحو التالي: شطر بمسافة 16 كيلومتر والواقع بين القرية الفلاحية وتيمزريت مع نفق من النقطة الكيلومترية 32 إلى النقطة الكيلومترية 48. هذا المقطع عرف معارضة سكان المنطقة على مسافة 3 كيلومتر، حيث يمر المشروع بأراضي ذات ملكية خاصة وكثافة سكانية عالية، وذلك بمنطقة تيمزريت أين ستستأنف إن شاء الله الأشغال عن قريب، وذلك بعد صدور أحكام قضائية لصالح المنفعة العمومية. زيادة على ذلك، في المشروع يمر بمنطقة جبلية تتسب من منحدر حاد وعدة معابر للوديان، مما استوجب إنجاز عدة إنشاءات فنية ونفق بطول 1660 متر. ومع كل هذه الصعوبات المسجلة في هذا المقطع من المشروع، إلا أن نسبة تقدم الأشغال عرفت تقدما، فقد بلغت أشغال الطريق 65%، أشغال النفق 67%، وأشغال المنشآت الفنية 60%. أما بالنسبة للشطر الممتد على مسافة 10 كيلومتر الواقع بين محول مدينة أميزور عند النقطة الكيلومترية 22 والنقطة الكيلومترية 32 عند واد غير، فالأشغال بهذا المقطع جارية ونسبة الحفر على مستوى النفق بلغت 98%، نسبة أشغال الطريق 90% وأشغال المنشآت الفنية 80%. الشطر الأخير للمشروع بين النقطة الكيلومترية 11 وميناء بجاية، فالأشغال لم تنطلق بعد، وذلك بسبب تواجده في منطقة، طبعا كما تعرفون منطقة فيضانات ضيقة، إضافة إلى وجود كثافة سكانية وعمرانية معتبرة، وقد اقترح مجمع إنجاز المشروع عدة حلول لمعالجة المشاكل التقنية والجيوتقنية على مستوى هذا المقطع، وسيتم الانطلاق إن شاء الله في الأشغال فور إتمام الدراسات التقنية الخاصة به وتوفر الغلاف المالي طبعا المتعلق بتكلفة الإنجاز.